الاستاذ وليد زنهم الناقد الرياضي بروز اليوسف بينورنا وشرفنا. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك يا امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. عايز اقول بس في البدايه ان فريق اف سي مصر فاز على وادي دجل بنتيجه 1-0 في الدقيقه 91 من عمر المباراه. جاب الجون مصطفى سلطان، يعني ده الاسم المكتوب عندي. فبالتالي الاهداف اللي بتيجي في الدقائق الاخيره كتير اليومين دول تقريبا شويه، لكن اكيد بنبارك لاف سي مصر، فوز مهم جدا بالنسبه لهم يعني. طيب احنا عايزين نتكلم عن النادي الاهلي ورؤيتك للمباراه امبارح امام الجونه. البعض شويه كان بيقول لا الاهلي مش هيرجع بالاداء اللي ختم بيه البطوله قبل ما فتره التوقف، لكن الناس فوجئت الاهلي بيحقق تاج اداء ونتيجه كبيره. رايك ايه في امبارح في المباراه؟ لا بالنسبه لي انا مش مفاجاه. مش مفاجاه؟ مش مفاجاه خالص. ليه بقى؟ لسبب بسيط. اولا انت عندك في الكوره المقدمات بتادي النتائج. حلو. طب المقدمات بتاعت فايلر كانت ايه؟ ممتازه جدا. فمهما كان حصل توقف شهر، ده بقول لك على حاجه، الفرق اصلا اللي كانت بتعاني قبل التوقف رجعت تعاني بعد التوقف. يعني اللي هو يعني الاهلي بالنسبه له فتره التوقف كنا احنا بنقول هتضره، لان هو كان ما شاء الله بادئ زي القطر، القصه كويسه، ما بيفرقش معاه منافس، بيكسب نتائج عاليه، اداء ممتاز. لا الاهلي رجع برده بنفس الاداء. دي مفاجاه تعتبر؟ لا هي مش مفاجاه لسبب بسيط. اشو كام على النتيجه وكام على الاداء؟ بتتكلم على الاداء. لا الاداء مش مفاجئ. واقول لك على حاجه كمان، لما نجي لها مع النجم انا بقول لك انت هتكسب النجم بره، بس لما نجي لها ربنا يسهل. قول يا رب بس. بقى ماشي. ما هو اصل بص، الكوره هقول لك ليه مش مفاجاه. اي حاجه بتتحكم في نتيجه ماتش في الدنيا، اي ماتش ايا كان، اهلي وزمالك، زمالك واسماعيلي، اهلي وانبي، اي ماتش اي ماتش، في اربع عوامل. الاربع عوامل دول هم العوامل، اول حاجه العوامل الخططيه، ثاني حاجه العوامل البدنيه، ثالث حاجه العوامل النفسيه، رابع حاجه التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا. هنتكلم في الثلاثه التانيين هم اللي بتوعنا. طب الثلاثه التانيين دول اسهم بمنتهى البساطه على اي فرقه، اسهم على المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، هتعرف ليه ده كان بيحقق ودي ليه دقه. اسهم على الاهلي، اسهم على الزمالك، هتعرف ليه ده كسب وليه ده ما كسبش. نقسم، تعال نحط العوامل دي ونقيسها على فايلر. طيب من العوامل الخطه التكتيكيه، فايلر باين جدا ان هو مدرب متميز. امبارح بقى عمل حاجه ثانيه جديده خالص. فايلر الست ماتشات اللي لعبهم قبل ماتش امبارح كلهم كانت بطريقه واحده مع تفريعات كتير، بس هي كانت الطريقه واحده 4-3-2-1 4-2-3-1. هي دي الطريقه، بيبقى ليها تفريعات او ساعات بيلعبها هاي لاين، ساعات بيامن اخر 20 دقيقه عشان حته اللياقه وكده، لكن بيبقى ليها اكتر من تفريعه. امبارح فايلر لعب حاجه ثانيه خالص. حاجه ثانيه خالص. فايلر دي المفاجاه يعني. هو هكلمني الخطه بتاعت فايلر امبارح، هي دي المفاجاه. لكن الاداء، لا الاداء انا كنت متوقع الاهلي يلعب كويس. النتيجه انا توقعت من قبل الماتش 2-0، هو فايلر بقى فاجئني ب 4 مش ب2. لكن من الخطه هي دي المفاجاه. والمفاجاه في ايه؟ ليه هو لعب ازاي امبارح؟ لعب 4-1-4-1. هو دي الخطه اللي اتقالت على الورق والاستادات التحليليه وكل حاجه، لكن هي الخطه المفروض هي تفريعه من 4-3-3. الخطه دي بالظبط كده كوبي بيست، هي خطه بيب جوارديولا. هو المدرب الوحيد في العالم اللي بيلعب باثنين لعيبه مركز 10 يحطهم في مركز 6، اللي هم دي بروينا وسيلفا. هو الراجل بيلعب بيهم وارتكاز دفاعي وحيد. امبارح كان عامل ايه فايلر؟ لاعب باثنين مركز 10. حتى الناس استغربت هيلعب ازاي باثنين. يا جماعه القصه بسيطه، ما هي الادوار ايه؟ انا ممكن العب بثلاثه مركز 10، بس الادوار ايه؟ ده مدرب فاهم، فكان كل واحد ليه دوره. كان وليد سليمان امبارح ما كانش بيلعب مركز 10، وقفش ما كانش بيلعب مركز 10، امبارح ما كانش في مركز 10 في الاهلي، امبارح الاثنين كانوا بيلعبوا مركز 6. مركز 6 بس هو عارف ان قدراتهم الهجوميه عاليه، هو ده اللي يهمه. الاثنين عندهم فيجن، الاثنين عندهم رؤيه، الاثنين تسديداتهم على المرمى كويسه، هو عايز ده. هو الراجل عايز ده. فايلر امبارح دي اول جزئيه. فايلر امبارح بقى استفاد من فتره التوقف بشكل كبير جدا. الاستفاده جت من حاجتين. اولا كان السلبيه الوحيده اللي ممكن بنقول خلي بالك يا فايلر منها، اللياقه البدنيه. لا اللياقه البدنيه ما شاء الله ما شاء الله. وده اول حاجه من معسكر الامارات، ادي اول استفاده. حلو قوي النقطه دي، ادي اول استفاده لازم نقف عندها، لان الناس انتقدت معسكر الامارات بالنسبه للنادي الاهلي وقال لك ما كانش فيه مباريات وديه، وكمان الناس انتقدت ان الاهلي لعب على مدار 50 يوم مباراه وديه واحده امام الاتصالات، وقال لك ده هياثر على النادي الاهلي بشكل او باخر. يعني القصه دلوقتي هو ماشي. واضح ان معسكر الامارات جايب نتائج جايه، معناها اهو النتيجه ما احنا شفناها امبارح. معسكر الامارات لو كان فاشل كانت النتيجه بانت امبارح، كنت هتبص تلاقي الماتش تعادل، الفايلر بيكسب واحد بالعافيه، الاداء مش حلو. طب هقول لك لسه شويه حاجات ثانيه، احنا بس بنتكلم الخطه اول حاجه، تاني حاجه اللياقه البدنيه. انا بقول لك هي لسه ما وصلتش للمرحله اللي تقدر تقول فيها لا ده فايلر هيقابل اي فرقه في افريقيا يحط عليها. لسه ما وصلتش للمرحله دي. لسه ما وصلتش للمرحله اللي انا ابقى حاطط قاعد كده وحاطين رجل على رجل وبقول لك لو الاهلي رايح نهائي افريقيا وهيلعب بره ترجي وداد الفرق الكبيره دي، اقول لك انا مطمن انه هيعمل نتيجه ايجابيه. لسه لسه لسه، بس مع الوقت، خاصه ان انت لسه فايلر مستلم من قبل الموسم، القصه ماشيه، النسق ماشي من ساعه ما علب بريتم الاداء، والاداء ما نزلش، ما فرقش مع توقف. طب دي حته اللياقه. حاجه تانية المرونه التكتيكيه العاليه للفايلر. فايلر المرونه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، الطريقه اللي لعب بيها زي ما بقول لك 4-1-4-1، ده على الورق وده اللي احنا شفناه في مصر، لكن هي 4-3-3 بتفريعه مختلفه، بتفريعه جديده، بتفريعه ما اتطبقتش قبل كده في مصر، هي بتتطبق بره، لكن في مصر دي لسه بشوكه، دي اول مره تنزل.
الخدمه دي اول مره تنزل. الخدمه دي اول مره تنزل مع فايلر. وعلى فكره فايلر في الماتشات اللي فاتت في حاجات كتير برده وبشانات كتير اول مره تنزل في التدريب الحديث احنا ما كناش بنشوفها. احنا كنا بنتغشى بكده في خواجات بيجوا في انديه كتير ومنتخبات ويتقال عليه خواجه ويجي يعمل بروفيسور وفي 100 مصري احسن منه. طب بس بالراحه كده هل احنا كده بنحكم على فايلر ولا هل احنا مستنيين فتره اكبر عشان نحكم على فايلر بشكل نهائي او الناس تحكم يعني بشكل نهائي على المدير الفني؟ او الحكم النهائي بشكل عام على المدير الفني بره في اوروبا بيقول لك ما تقدرش تحكم بشكل نهائي على المدير الفني الا بعد 8 ماتشات. طب فايلر لعب 7 فاضل له النجم. طب من دلوقتي برضو من قبل ما تلعب النجم لا فايلر خلاص خد الشهاده بتاعته. فايلر كان مع دكتوراه مش هقول لك بقى لسه ده مستنيين ينجح ولا يفشل. يعني ده ممكن البعض دلوقتي بيتفرج عليه انت بتضخم الامور شويه. ما هو ده للاسف انتقاد عمال يتوجه لكل مطبوعه ولا كل جريده كاتبه حلو على فايلر. انتوا مش عارف ايه انتوا بتهتموا بس انتوا بتدوا يا جماعه القصه زي ما بقول مقدمات بتدي نتائج. انت الراجل بيعمل ايه؟ انت احنا في روزا لوسي بكره كاتبين موضوع بارقام فايلر ارقامه بس عشان وعنوان الموضوع الارقام بتتكلم. عنوان الموضوع كده خلاص. ما انت بقى بتقعد تقول لي شوف ارقام الراجل عامله ازاي. المدرب 7 ماتشات كلهم فوز، 3 بطولات مختلفه، معدله التهديفي هو الاعلى لاي مدرب انا شفته من ساعه ما الموسم بدا في اي حته. 3 اهداف جوارديولا 2.9 كلوب 2.4. انا بكلمك بقى في مين؟ بس بكلمك في مين؟ نقول فرق الدوري. ما فرق الدوريات بيفرق. بس انت جوه مصر ما عندك بلاش ميتشو معدله التهديفي كام؟ اهو ده المفروض مدرب اجنبي وكبير ومعروف ومع نادي كبير معدل التهديف 1.5 في المباراه. يعني نص فايلر. ميتشو نسبته في النجاحات كام في الدوري؟ 75%. فايلر 100%. ميتشو يعني ميتشو مسجل كام هدف؟ ميتشو مسجل 6 فايلر مسجل 14 وفايلر لعب ماتش اقل. اكلمك في ايه تاني؟ يعني انا اجي اقول لك ايه تاني عشان ان انت تقول على الراجل ده كويس؟ يعني انت شايف ان كده خلاص احنا بنحكم على فايلر؟ لا انت بتحكم عليه. انت فاضل دلوقتي بص فايلر دلوقتي مقارنه ان انت تقول عليه حلو ولا وحش دي عدت خلاص. دي عدت خلاص. انت دلوقتي فاضل طول هو هو يعني فايلر. اقول لك في ماتش النجم الساحلي يبان اكتر؟ ما هو ماتش النجم هيبان. وعايز اقول لك على حاجه، انا بقول لك انا عندي ثقه ان يعني يوم فايلر يبقى مش موفق يوم ماتش النجم النتيجه هتخلص تعادل والنتيجه هتبقى مرضيه جدا للنجم. وده كلام اعلامهم النهارده وجريده نفسه مرعوب من الماتش وهم هناك. يعني احنا بنتكلم اهو عن النجم. انا بخاف من الكلام ده قبل الماتش بصراحه. لا القصه يعني مش مساله كده. استنى بس ماتش مهم قوي. ماتش النجم الساحلي يا جماعه ثواني بس. اوكي هو مهم بس الفرقه صعبه طبعا. يعني احنا تقال ما شاء الله وماشيين كويس وكل حاجه لكن ظروف ماتش ما حدش عارف ايه. احنا مش عايزين بس ايه نزود الطموح عند الناس. طبعا طموح النادي الاهلي او جمهوره ان انت دايما تكسب لكن انت برضه هتقابل فريق قوي عنده خبرات افريقيه عظيمه. يعني فريق قوي جدا. بس انت برضه زي ما بقول لك تعال نشوف النجم، تعال نشوف فنان. احنا وظيفتنا هنا التوفيق وعدمه ده بتاع ربنا. انت ممكن تروح تلعب ماتش قوي جدا ومش موفق خلاص هتعمل ايه؟ انت بتتكلم دلوقتي كمعطيات. انا بتكلم معطيات وفنيات. احنا بنتكلم في الجزئيه دي. الجزئيه دي بتقول ايه؟ الجزئيه دي بتقول ان النجم اللي هو اللي انت رايح تلعبه دلوقتي مش في حالته. النجم عنده اصابات مؤثره جدا. اتعادل اخر مباراه مع اتحاد بن قردان 1-1 واتطرد منه لعيب وكان الشوط الثاني كله بيحاول يامن عشان المباراه ما تفلتش. هو مش اتعادل اخر مباراه. هو النجم كمان في المركز الكام دلوقتي؟ في المركز السادس في الدوري التونسي. ده مش مركز مبشر. بس خليني برضه اقول لك المدير الفني الجديد لما بيجي بيبقى ليه طريقه مختلفه او بيبقى فيه دوافع كتير او جديده عند اللاعبين فبتلاقي روح كبيره قوي في الماتش. ماتش كبير زي ماتش الاهلي ما طبيعي. ممكن تلاقي الشكل مختلف. يعني كل دي مش مقياس او كل الامور والنتائج دي او ترتيبه في الدوري مش مقياس. ما طبيعي طبيعي طبيعي. وكمان جريدو هو عارف كويس وكان قال تقريبا المباراه دي عنق زجاجه. المباراه دي بالنسبه له يعني هو شايفها هي اللي هتبدا تصح الاوضاع. ما احنا برضو تعال نبص للمباراه من وجهه نظر النجم. النجم عايز ايه من الماتش؟ النجم اهم حاجه عنده والاولويه القصوى دلوقتي ان هو ما يخسرش. دي الاولويه القصوى عند النجم. لان هو عارف ان هو الاداء مش عالي. عنده لعيبه مؤثره. يعني هقول لك على حاجه. النجم محمد امين بن عمر مش موجود. مش هيلحق الماتش بنسبه كبيره. اللي ممكن يلحق الماتش حمزه الاحمر لسبب بسيط لانه كان موجود في السكور شيت اول امبارح بس الراجل ما لعبوش لانه مش جاهز 100%. كشريده كمان مش هيلحق الماتش. طيب انت عندك النجم. كوليبالي هيلحق او هيبقى موجود؟ عملوا ايه يدوه عمليا؟ لا هو موجود بس حته مشاركته لانه ما شاركش اول امبارح. شاركش نهائي حتى ما كانش في السكور شيت. اللي كان موجود الاجنبي اللي كان موجود في السكور شيت كان كوناتي قلب الدفاع. هو ده اللي كان موجود ويمكن البرازيلي البلاي ميكر بتاعهم هم دول اللي كانوا موجودين. بس في حاجه بس عايز اقولها. اتفضل. ان ايه مميزات فنيا مميزات النجم؟ ايه اسلحه النجم وايه نقط ضعفه؟ أقوى أسلحة في النجم العرضيات وكرات الثابتة.
ده في تونس على طول. ده ما دي ميزه عامه. وزي ما هي ميزه عامه هي على فكره نقطه ضعف في الفرقه المصريه فعلا. يمكن فايلر بيحاول يطورها شويه الفتره الاخيره، الراجل برده فيه نقط لو بتلاحظ من امبارح في نقط هو الراجل بدا يشتغل عليها، هو خلاص بدا يشتغل المنظومه الجماعيه والسيستم بيشتغل، لكن في تريكات صغيره لسه عايز يستفيد منها. الراجل عايز يستفيد من الكورنرات، بدا امبارح حتى بدل ما يرفع الكورنر لا طب اريح لوليد سليمان او لواحد شويت يشوط جه منها جول. كان الاول الراجل بيرفع الكورنرات ما فيش كورنر جه صح. طب ما انا لا، ففايلر بيحاول بقى طب خلاص انا اخلص ده بان انا اريح واحد يرفع من وضع حركه بحيث ان انا استفيد من الكورنر. حاجه ثانيه الضربات الثابته، امبارح كذا واحد بيشوط دي نقطه مهمه جدا يا فايلر. انت ما ينفعش امبارح يتحسب لك اكتر من 6 7 ضربات ثابته من اماكن حساسه جدا ومفيش واحده منهم عارضه ولا جون ولا قريبه قوي. ما انت لا، الفرق الكبيره معروف معاها ان فاولين خطر واحد منهم جون، هيبقى في شغل يعني على الجزئيه دي خلال الفتره الجايه. دي جزئيات مهمه، دي جزئيات مهمه. انا بقول لك في فرق العقليه دي اكيد هيشوف المواقف ويعالجها. في فرق اكل عيشها على الحاجات دي فعلا صح. انا بقول لك فرق شمال افريقيا ممكن يبقى طول الماتش بيدافع قصادك عشان انت الاهلي ومش قادر يجاريك في الكره على الارض، بس يستنى كورنر يستنى فاول خطر هيرفعه وعنده 2 3 طوال بيجدوا على لعيب الهوا هيجيبها لك جول، يبقى خد منك الماتش. الحاجات الكوره فيها تفاصيل صغيره، تفاصيل صغيره بتفرق طبعا. فايلر ميستو ما بيسيبش حاجه للتفاصيل بس بيشتغل عليها مع الوقت. وانت جاي مع دي سلبيه مش في الاهلي، دي سلبيه عامه للكره، المنتخب نفسه بيعاني من العرضيات فعلا. معاك احمد حجازي ما شاء الله، هي قافه في الكره المصريه وبقى لها سنين طويله، في حين ان كره شمال افريقيا اتطورت في الجزئيه دي. هو ممكن ما يلعبكش كره على الارض، ما مش هيقدر يجري بس يخلص ماتش بكره عرضيه. هي دي بقى اسلحه النجم اللي انا بتكلم فيه، او كره ثابته او كره ثابته، دي اخطر اسلحه في النجم. طيب ايه نقط ضعف النجم؟ طقم الدفاع كله بطيء. طيب مع سرعات عاليه عندك زي الشحات وزي رمضان انت سهل تخترقه كتير، مع مدرب زي فايلر بيلعب كره على الارض انت سهل تخترقه كتير. انت عندك بغطاس، بن عزيزه، كوناتي، بوناس، دول الاربعه اللي هيلعبوا، دول طقم الدفاع، لان كشري ده بنسبه كبيره مش هيبقى موجود، وان كان لعيب مهم قوي في الناحيه اليمين وحتى دولي طبعا. الاربعه دول انت عندك بطاء، ما عندكش الا وناس بس، هو ده اللي مفتاح هجومي، ومفتاح هجومي مهم قوي ومؤثر، ويمكن مسجل لهم في الدوري السنه ده 4 تجوان، ده برضو عنصر قوه، ده مفتاح مهم جدا لاهداف، رغم انه مدافع، لاهداف فريق النجم. طيب النجم خطورته كلها في وسط ملعبه، طب وسط ملعبه العقل المفكر مش هيبقى موجود، محمد امين بن عمر، حمزه الاحمر، بس هو بقى له فتره مش موجود، ما هو بقى له فتره مش موجود. طيب وطول ما هو كان عنده رباط صليبي، ما هو طول ما هو مش موجود النجم عامل ايه؟ النجم بقول لك جايب 14 نقطه من 7 مباريات في المركز السادس. لو الراجل ده موجود عمر النجم ما يبقى في المركز ده، ده العقل بتاعه. مشاكل اداريه وعندهم مشاكل اداريه الله ينور عليك، ولسه جريدو الراجل جاي ما بقالوش كام يوم، هم لسه جايبين جريدو يحاول يلم الليله شويه، لان هم برده نادي كبير واسم كبير في الكوره في القاره، وليهم جمهور كبير وفي كل حته، فلا فريق معروف وفريق تقيل، والفرق الكبيره دايما سمة الفرق الكبيرة، الفريق اللي يتقال عليه كبير بجد هو اللي ما بيسيبش نفسه يقع فترة طويلة. في دروب بحاول ألم نفسي، في مشكلة إدارية بحاول أعالجها، في مشكلة فنية بعالجها، دي الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة ما بيسيبش خلل، الخلل بيشوفه فين وبحاول، فالنجم بيحاول يقوم تاني، وهو شايف، عشان برضو أنت بتقول لي بلاش النبرة دي، لا أنا بقول لك الماتش يخوف، لأن النجم نفسه شايف إنه مكسب الماتش ده يحل له مشاكله. طبعًا. مكسب الماتش ده حل النجم مشاكله كلها. هم شايفين ده؟ معطيات ما قبل المباراة بالنسبة للجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي واللي إحنا كنا بنتكلم عنها والظروف اللي بيمر بيها النجم الساحلي، هل ممكن تخدع النادي الأهلي في مباراة زي دي ولا هيتم التعامل معاها إزاي؟ هو فايلر؟ ما أعتقدش إن هو هيتخدع. لسبب بسيط، فايلر في ميزة. فايلر قبل اي مباراه بيذاكر المنافس ايا كان مين، فريق متوسط، فريق صغير، فريق كبير، لا ده بيذاكره قوي. وطريقه اللعب بتبين لك انه بيذاكره. لما غير الطريقه امبارح هو الراجل مش بيجرب، لا الراجل واضح انه مذاكر الجونه بالفرق اللي بتلعب كثافه عدديه في وسط الملعب. صح. طب انا احل الكثافه دي ازاي لو ما كانش عندي كثافه مماثله؟ طب اعمل كثافه مماثله ازاي؟ انا بلعب بثلاثه بيهاجموا، جناحين وسنتر فيرود، راح لعب وراهم باثنين كمان مع جناحين ورا طايرين، انت في كرات هجمات للاهلي كنت بتلاقي جوه منطقه جزاء الجونه 7 لعيبه. عمري ما شفت فريق في مصر في اي هجمه من وضع حركه، مش كورنر، في اي هجمه من وضع حركه في 6 أو 7 لعيبه جوه منطقه جزاء المنافس، ما بتحصلش. لا ده امبارح دي كان وضع طبيعي الفايلر اكتر من هجمه كده. طب ده واضح ان هو مذاكر الفرقه، ده واضح ان هو مذاكر الفرقه، هي دي ميزه من مميزاته. ما انا بقول لك ان الراجل بيذاكر، الراجل كمان معاه تحليل اداء على اعلى مستوى، لان هو بيبقى عارف كويس امكانيات كل لعيب ايه، وواضح من حتى تغييراته لما بيقعد حد وينزل حد ما يحصلش خلل في الفرقه. يعني امبارح الراجل مع احسن جناح عندك رمضان ما بدأش بيه مع ذلك الفرقه ما تأثرتش. اي فرقه تانية في الدوري عندها جناح فايق وقوي جدا بوت رمضان لو غاب الفرقه هتصوت. لا والاسخن من كده كمان احنا كنا معتقدين الاهلي ممكن يتاثر بغياب حمدي فتحي، هو ما تاثرتش خالص، ما حسيتش رغم ان حمدي فتحي ده فايتر، طبعا لعيب مهم قوي، ده فايتر. انا بكلمك في لعيب 20 مباراه مع الاهلي جاب 3 جوان وصنع 3 جوان، ده لعيب رغم ان هو ارتكاز دفاعي
لا ده اكتف قوي على الجون، ده اللعيب ده هو اللي كان بيكسب منتخب مصر في الوديات. صح، انت مش بتتكلم في حد. انت مش بتتكلم في حد، بس انت ما حسيتش بغيابه. بس انت ما حسيتش. ما هو ده نجاح مدرب ان هو مجهز لك البديل. وليد سليمان لسه راجع ودافع بيه اساسي هاتريك. الظروف والتوفيق ده من عند ربنا. أوكي. لكن في النهايه في اجتهاد وفي شغل وعمل ماتش كويس، وعمل ماتش ممتاز. عمل ماتش ممتاز. ده وليد سليمان دلوقتي ثاني هداف الدوري. بالظبط، ده ثاني هداف الدوري. ده انت عندك دلوقتي بص على كده قائمه الهدافين في الدوري، اول اربعه فيهم ثلاثه اهلي. يعني اول اربعه فيهم ثلاثه اهلي. فدي ما دي معناها ايه؟ غزاره تهديفيه عاليه. صح، جدا للمدرب ده. صح، يعني الطبيعي. عندنا وليد ورمضان ومين؟ وليد ورمضان والشحات. رمضان والشحات ثلاثات، ووليد اربعه. انت عندك الاول عبد الله السعيد خمسه، ووراه ثلاثه اهلي. وعندك بقى ناس ثانيه كتير هدف. انت جايب 14 جول عشان لسه بدايه البطوله. انت لسه بدايه البطوله، يعني انت متصدر الدوري والفرق الثانيه اللي بتنافسك سابقاك بماتش. صح، يعني وانت في بدايه البطوله اصلا لما بيبقى في حد سابق حد بماتش بتبقى فرقه. طبعا القصه انا مش بكلمك انت لاعب 20 ماتش والثاني لاعب 21. فلا، انت لاعب اربع ماتشات بس، خدت العلامه الكامله، باقي الفرق كلها بلا استثناء بتتكعبل. انت المدرب الوحيد، انت وارد تتكعبل الكره فيها. انت ممكن طبيعي، ممكن بس جدا. القصه ايه؟ القصه ايه يا امير؟ القصه انت بتلعب. حتى لو اتكعبلت النهارده جمهور الاهلي هيطلع يسقف لفايبر. ما انت موارد امبارح وانت بتلعب الجونه، انت ليك امبارح احصائياتك ايه يا فايلر امبارح؟ ايه الارقام بتاعتك في الماتش امبارح؟ انت ليك 20 فرصه على مرمى الجونه. صح، ده انت النتيجه ما كانتش تخلص اربعه، النتيجه هتخلص اكتر من كده. طب هل دي تعتبر سلبيه عند النادي الاهلي ان انت بتخلص في فعاليه كتير جدا؟ فعاليه هجوميه. لسبب بسيط برضو، انت عدد الفرص ده مش شرط يتاح لك قصاد منافسين تانيين. طبعا طبعا، انت هو متوسط الفرص عشان نتكلم على مستوى السبع ماتشات لفايلر 15 فرصه، ده متوسط عالي جدا في الماتش. متوسط الاهداف 3 لحد دلوقتي، المعدل ده نورمال. بس انا بتكلم على ماتش امبارح بس. المعدل ده نورمال طبعًا. ان انت من كل يعني فايلر في المباراه عنده 15 فرصه في المباراه بيسجل 3 اجوان، المعدل ده كويس جدا. كويس طبيعي، كويس جدا. ده طبيعي. لكن لو استمرت على كده ان انت فوق العشرينات وما بتسجلش الا 2 ولا 3، لا ده قليل، ده قليل بالنسبه للفريق. خاصه ان انت لما بتتكلم على الفرص، اصل في فريق يخرج يقول لك والله احنا لينا على المرمى 10 محاولات، تيجي تبص على 10 محاولات تلاقي كره في السماء وكره شاطها من نص الملعب الجون قفشها وفي الاخر بيحسبها محاوله. لا، انا بكلمك هنا على محاولات. محاوله يعني مشروع هدف على الاقل. صح، يعني مشروع الكره كانت خطر، خطر بما يكفي انها ممكن تبقى جون. دي بنحسبها. اون تارجت الاهلي كان ليه 7، اللي هم بقى المفروض يبقوا 7 اجوان. اون تارجت الكره اللي على الاهلي الاهلي سجل 4. طب الفعاليه الهجوميه فايلر بيشتغل عليها، بس اكتر حاجه بيشتغل عليها فايلر هي اللياقه، اللياقه البدنيه. لان طول ما انت عندك اللياقه، طول ما انت هتقدر تهاجم، طول ما انت عندك اللعيب ينافس فكرك. صح، فايلر بيبدا المباريات ازاي؟ ما بيذاكر المنافس. فريق كبير فريق صغير، فايلر بيلعب بنفس السيستم. سيستم ايه؟ هضغط، مش هخلي المنافس اللي قدامه اديله فرصه يعمل عمليه البيلد اب ويبني كورته ويلعب على الارض. فايلر بيجبر اللي قدامه يشتت يشيل. ما هو خلاص يا تغلط واخدها منك. صح، صح. فايلر بيلعب ضغط، بيلعب دفاع هاي لاين. فايلر بيدافع من عند منطقه جزاء الخصم، من عند ثلث ملعبه الاولاني. يعني الكره خلاص الاهلي فقدها، اللعيبه ما بترجعش، ما بترجعش نص ملعبها. لا، اللعيبه بتكمل ضغط من نفس الحته دي. ليه؟ الراجل كان حاطط 5 امبارح في الثلث الهجومي بتاع الاهلي، 3 ووراهم 2. الخمسه دول بيعملوا ايه؟ وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم مش هجوميه بس، وظيفتهم دفاعيه. هم اول خط دفاع. صح، دول وظيفتهم، يا تقطع الكره تاني يا تجبره يشتت. متوقع استمرار مستر فايلر في هذا الاداء، او نشوف النادي الاهلي بنفس الشكل اللي بنشوفه كل ماتشات، الشكل الممتع ده؟ وانا في اول الحلقه قلت الاهلي جمهور الاهلي فرحان لانه شايف الفريق بيلعب كوره، بيلعب باداء جيد. موضوع النتائج والاهلي بيكسب طبيعي، مع لاسارتي كنا بنكسب، لكن الاداء مختلف. لا، لاسارتي كنت بتكسب وخدت الدوري بظروف ثانيه. اوكي اوكي، بلعيبه انا بتكلم اداره، لكن ما خدتش الدوري بمنظومه كنت بتكسب بس ما كنتش بتلعب كوره. ماشي، ما كنتش بتلعب كوره. بص، فايلر المدرب، يعني المدرب دايما اللي بيلعب كوره حلوه هيلعب كل الماتشات كوره حلوه، بس النتيجه في الاخر زي ما بقول لك بتخضع الاربع معايير اللي احنا اتكلمنا فيهم، واخرهم التوفيق وعدمه. ما فايلر مش ضامن ان طبعا طبعا دي حاجه بتاعت ربنا، لكن هتعالى نتكلم ناحيه فنيه وتكتيكيه. فايلر ما حدش يتكلم فيه، ده مرونه وتكتيك وما شاء الله وتطبيق فكر حديث. طيب، من ناحيه البدنيه، لا، لعيبتك بتعلى جدا. من ناحيه النفسيه، انت لعيبه الاهلي ده احنا حتى في الاهلي دايما بتقال كلمه روح الفانيلا، يعني الكلمه دي ما اقترنتش الا بالاهلي. فالثلاث عوامل دول عندك، وكيفيه التعامل مع الاصابات. ما انا بقول لك، لا، ما دي جهاز طبي وعندك جهاز طبي شغال كويس. لا، كيفيه التعامل في تعويض اللاعبين المصابين. ما انت بتعوض غيابات واصابات بشكل ممتاز. امال احنا امبارح، لان كان في مديرين فنيين قبل كده بينتقدوا او بيشتكوا من موضوع انا عندي اصابات كتير، فده مؤثر عليا عشان هو مش مجهز بدل. هو مش مجهز بدل، الراجل ما بيشتكيش ولا اشتكى. اقول لك على حاجه، فايلر مش محتاج حتى تدعيمات في يناير. ده اذا احتاج مكان واحد، وهو كده كده عنده مكانين، بس اذا احتاج مكان واحد. ده اذا احتاج. لو اني مكان وجهه نظرك، انا كنت شايف ان هو عايز حق مهاجم يشبه فيرمينيو شويه في الاداء. لا، انا دلوقتي بقول، ويعني لو حابب ممكن اقول لعيب بالاسم، قول عادي. اسامه جلال، مدافع انبي. طب ما احنا عندنا مدافعين. عندك مدافعين، بس اسامه جلال
من اللعيبه اللي هتفيد فكر فايلر قوي، من اللعيب الهادي العاقل اللي هو في الدفاع قوي، وانت عندك مدافعين اقوياء جدا في الدفاع جدا. انت عندك رامي ربيعه ده فايتر امبارح ما شاء الله، وياسر ابراهيم، ما انا بقول لك هقعد اعدلك، وعندك سعد لكن سمير، لكن مع واحد زي فايلر انت بتعمل عمليه البيلد اب، انت ما بتشتتش، انت ما بتشيلش كوره، ده الدفاع ده هو ما بيعتبرهم صناع اللعب من ورا لسه، انت هتبدا الهجمه من ورا ده صناع اللعب. اسامه جلال لعيب مميز جدا في الحكايه دي، حتى انا يمكن كنت شبهته ان هو يعني بيفكرني شويه بستايل بيكي. بيكي برضه من اللعيبه المعروفه ان هي العاقله الهاديه اللي بتبدا كوره من ورا، بيطلع الكوره سليمه. اللعيب ده لسه محتاج خبرات، لسه محتاج وقت، أكيد بس أكيد لسه. بس انا شايف لو في لعيب من جوه الدوري المصري يروح الاهلي يبقى ده، يبقى اللعيب ده. طيب ما دون ذلك انا ما زلت عند رايي ان فايلر برضه محتاج مهاجم ويمشي مع عقليته. ازارو قوي، اجاي ملوش حل، ممتاز، بس فايلر بيحب اللعيب المتعدد المهام. طيب انا عايز اختم معاك بالتشكيل بتاع الاهلي المتوقع في مباراه النجم، تتوقع ايه؟ يعني الماتش اللي فات امبارح رمضان صبحي قعد، اجاييه لعب كوينج، كنت بتلعب بعمرو السوليه قدامه مثلا قفشه ووليد، هترجع باتنين ارتكاز ولا هتبتدي برمضان تبتدي باجاييه، ولا هتكمل مروان محسن، ولا هتبتدي بازارو؟ احنا طبعا مش متوقعين حاجه مع مستر فايلر، انت متوقع؟ لا لا لا، هيرجع اتنين ارتكاز. ما ينفعش ان انت تروح برده مع فريق محترم وليه اسم طبعًا كبير ان انت تلعب بارتكاز واحد. في برده حاجه اسمها احترام المنافس، هو عشان كده فايلر بيدرس المنافس. صح. طيب فاول حاجه هيلعب باتنين ارتكاز. التشكيل، التشكيل الاربعه المدافعين اللي لعبوا، ربما فتحي الشناوي طبعا، الشناوي مفيش خلاف عليه، الاربعه اللي لعبوا ولا هاني؟ ربما فتحي، لان فتحي في الماتشات اللي زي بتبقى حاجه برده سنه خبره، محتاج حد كبير. هاني كمان عامل ماتشات حلوه قوي. ففتحي، لا فتحي عنده خبرات عاليه جدا، ده راجل، ده راجل كان بيلعب يعني قصاد منتخبات من اعلى منتخبات الكره مع المنتخب طبعًا. مش حتى مع الاهلي بس. فهو خبراته اعلى. عندك في نص الملعب، في نص الملعب اثنين ارتكاز، عمرو السوليه، السوليه لا خلاف عليه. مين بقى، عاشور ولا ممكن احمد فتحي هو اللي يبقى في نص الملعب وهاني في مكانه؟ لا انا متوقع ان هو ممكن الراجل يقوم جايب ديانج ويعمل حاجه ثانيه خالص. ديانج لان برضو الماتش ده انت محتاج حد قوي بدني. السوليه هو اللاعب الهادي العاقل اللي بيمصل، اللي بيواصي كويس، بيمشي الكوره، بيعمل لك عمليه التدوير. فمين الفايتر اللي يجري ويشتبك ويضرب؟ طيب. انا شايف وفق ان انا بحاول احط نفسي مكان فايلر، ممكن يلعب بده، خاصه الماتش ده بدني عالي. قدامهم هيلعب واحد مستحيل يلعب باثنين اللي هو غالبا قفشه، الجناحين لا خلاف على الشحات وعلى رمضان. المهاجم مين بقى؟ على حسب قرايه مستر فايلر لفريق النجم. لو مستر فايلر عارف ان فريق النجم هيلعب على التامين وشاف ده وتوقع ده، مش هيلعب بازارو. ازارو هيبدا بيه لو حس ان النجم هيلعب مع جيم مفتوح. تمام. محتاج واحد هنا سريع، وهو عارف، وهو اكيد احنا عاملين نتكلم ونقول البطء ده، اكيد مستر فايلر زمانه عارف ان دي عيب النجم بقاله اسبوع. يعني احنا بنتكلم فيها النهارده، ومستر فايلر اكيد عارفها من اسبوع. اكيد عارف، لان الراجل كان طالب الكلام ده وشافها وحلل، فاكيد عارف ان قلبين الدفاع بطاء، اكيد عارف ان هو سهل يضربهم من العمق. فمين عندي اسرع مهاجم؟ ازارو. ازارو مش سريع، ازارو عشان برده ازارو عنده اعلى معدل تسارع في الدوري المصري. يعني ازارو من الستارت انا هجري وانت هتجري، وازارو هيجري جنبنا، ازارو هياخد اول ثلاث خطوات هيسبقنا. حلو. يعني انت تتوقع مين اللي يبتدي مهاجم؟ على حسب طريقه، على حسب انت شايف هي ما بين اجاي وازارو. اجاي او ازارو، ماشي. ايا كان مين اللي هيبتدي ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويجيبوا لنا ثلاث نقط في اول مباراه في دور المجموعات، وان شاء الله تكون بدايه والانطلاقه قويه جدا نحو عوده هذه البطوله اللي ضل عن دولاب بطولات النادي الاهلي وينتظرها في الحقيقه جمهور النادي الاهلي. استاذ وليد نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيد جدا بتواجدك معانا. انا اسعد ان انا كنت معاك. بشكرك، شكرا جزيلا. استاذ وليد زينهم الناقد الرياضي والمحلل كمان في الحقيقه، الراجل حلل لنا الاهلي بشكل كبير، مستر فايلر بروزا اليوسف، الراجل كان معانا في حلقه كلام في الميديا النهارده، بنشكره شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله حلقه مهمه ومواصله في متابعه اخر اخبار النادي الاهلي بشكل كامل والفريق الاول لكره القدم بالتحديد قبل التحدي الافريقي يوم الجمعه باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده ان شاء الله، استنونا، الى اللقاء.